اللي سواها 53 70 ماذا تعادل؟ انظروا يا احبه، انظروا الى هذا المهرجان الكبير اللي قدام الجبس الان، شوفوا سقف الدور الثالث يتوافق مع مستويات 161 فيبو عند 66 ريال. طيب اول 23 فيبو من عام 2006 هي 58 ريال، 127 فيبو من اختراق قمة 2014 53 70 ريال. هذا الخط اللي أنا معتبره عندي 52، هذا كان قمة 52 وربع، هذا قمة شهر 5 من عام 2009. فطبعا أنت لما تتخطى القمة دي بتكشف مهرجان من المقاومات. إذا أردنا أن نختصر عليكم الفيلم ونقول مثلا أين هدف الجبس؟ لو إنه حافظ على 52 واخترق 53 70 66 ريال، هدف الدور الثالث مرورا بمطب مهم عند 58 ريال. شوفوا هذه المستويات اللي تبدأ من 57 ل 66، هذه مستويات قيعان 2007 المكسورة في عام 2008 مع الأزمة المالية العالمية. وهذه صفقة ثانية خلال الجلسة في أرامكو 214 ألف. آه يا قلبي، آه يا قلبي، آه اللي كانت تنكت ورق في يوم من الأيام، آه على الزمان ده. الله يبارك لملاك. وطبعا هذه شركات الآن نحن نقول الله يبارك لملاكها، ليش؟ مين يتذكر آخر عهدي في الجبس لما قلت أعطى إشارة حلوة وكانت في رمضان؟ مين يتذكر كم كان الرقم في الاختراق وأين كان سقف القناة؟ وين اخترق الجبس ودخل في المعمعة القوية دي؟ أول إشارة في رمضان 33، وكانت منطقة اختراق القناة 36 30 37. هذه كانت مفترق الطرق في سهم الجبس. الجبس منذ أن أغلق شهريا متخطيا 37 36 30، تجاوز في شهر 6 اللي نحن فيه متوسط 200 على الشهري. ليش أنا أقول لكم عسير؟ ركزوا على 28.5 لو عدى 27.5، لأنه عسير لو كان معدي 27.5 معدي قناة، ولو عدى 28.5 عدى متوسط 200. طيب ماذا يفعل لو عدى متوسط 200 على الشاري؟ هذا واحد مثال قدامكم، شوفوا ماذا فعل الجبس في نفس الشهر اللي ما في إغلاق إلى الآن، لما تخطى 200 ولع السهم فتخطى قمة 2014 وطار الجبس ما شاء الله. وقلنا الهدف 52 إلى 53 70، وهذا هو الجبس وصل 52 والآن يحاول إنه يتخطى لملامسة 127 فيبو 53 70. الله يبارك لملاكم. طبعا هذه شركات أنا لا أنصح الغشام ولا أنصح الناس. يا جماعة لما تشوفوا شركة زي المتهورة والجبس يتحرك كل يوم لا تغريكم، قولوا الله يرزق ملاكها.